مشاهدي القناة الإعلامية أنفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد في إحدى الشوارع ديال مدينة الدار البيضاء. خرجنا غنسولوا الناس شنو الرأي ديالهم في الأطفال والشباب اللي كيشريوا القنبول والمقاطع والكربون كيلوحوا على عباد الله في الزنقة. إلا بغيتوا تشوفوا وتسمعوا النصيحة اللي عطاهم أجيو معنا. لا راه ماشي معقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذاك الشيء ماشي معقول. حنا ملي كنا صغار كنا كنحترموا، دابا هذاك الشيء كيجي بغي البلا. كون شي مرة حملة ولا راجل كبير يلوحو عليه القنبور يتفرق عليه عينيه، راه ما هاديك ما هادي ما لعب ما والو، ماشي بسلا عيشورة ديال الزيارة وديال الأحباب وديال إلا عندك شي شوية الفاكهة تشري تفرقها الناس، ماشي ديال القنبول وماشي ديال هذاك البيض وهذاك الشيء. هذاك الشيء راه الطريب يا خويا، تنصح الشباب يحيدوا من هذا الشيء، راه ماشي معقول. باش تكون إنسان دايز وتلوح عليه واحد القنبولة تفرق عليها عينيه ولا تقطع عليها حوايجه، راه ماشي معقول. واش انا شي نصيحه استاذ للناس اللي كيبيعوا هاد المواد؟ انا نصيحه تنصح الناس اللي تبيعوا هاد المواد يحاولوا، راه كيديو غير الاثم، راه ما مزيانش هاد المواد يتباعوا. هاد المواد ديال 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 المهلكه ماشي ديال الصلاح. يكون مرا حامله ديجا مرا كبيره تلوح عليها قنبوله تفرق عليها عينيها ولا جلابيتها ولا الراجل كبير يتخلع، راه ماشي معقول، راه حشومه هادشي يكون. ايوا كنصحوا اولا هذوك سميتو الاولين اللي خصنا نصحوهم، المسؤولين ما خصهم يديروا ممنوع داك الشيء يدخل البلاد. ثانيا الاباء خصهم يمنعوا ولادهم على داك الشيء. كاينين الاباء اللي كيمشيو يشريو لولادهم داك الشيء عاوتاني العكس. هذوك فهمتي ما عندهم حتى شي مسؤوليه، هذوك ماشي ما عندهمش مسؤوليه، ما مسؤولينش، لان ما كيضروش ولادهم، كيضروا ولاد اخرين، ولاد سميتو الاخرين اللي كيضروا، ما كيضروش ولادهم هذوك. لا ما مسؤولينش، لا مسؤولين هذوك. وشي نصيحه للناس اللي كيبيعوا كيدخلوا يبيعوا هذا الشيء؟ ايوا خص اش نقول لك، خص هذوك اللي كيسمحوا لهم يدخلوا، هذوك اللي كيسمحوا لهم اللي خصهم يمنعوا. اسمح لي شكون هما هذوك؟ ايوا اش نقول لك، اللي كيخليهم يدخلوا داك الشيء، اللي كيخليهم يدخلوا، ما خصهمش يدخلوا داك الشيء. اي حاجه كتضر ما ندخلوهاش لبلادنا، اي حاجه كتضر الشباب وتضر الاطفال وتضر زعما شحال الضحايا شنا في عاشوره. شحال عمرك انت شتي شي ضحيه انه في عاشوره انها مشات لي عينو ولا تضرب لودنو ولا؟ لا انا شفتو غير كنشوف في التلفازه داك الشيء كيبينو، داك الشيء حرام والله العظيم حرام. لان كيمشي فيها الدري الصغير ولا كتمشي فيها شي بنيه وهذا الشيء، حتى هذاك مساله تاع زمزم، اش هذيك العاده؟ اش هذيك زمزم؟ اش هذيك العاده؟ كيضربوا بجافيل ومقاطع. جافيل ومقاطع و شي نصيحه اخيره منك انت كأم؟ نصيحه منك لهاد الشباب والاطفال؟ ايوا كنصحهم زعما ما يشريوش مهما هذوك يدخلوا، هذوك اللي باغيين يديروا التجاره يدخلوا لينا، ما نشريوش من عندهم بكل تواضع. نقاطعوهم هذوك، نقاطعو كما كتقاطعوا تقاطعوا سيدي علي وتقاطعوا اي حاجه المنتوجات، حتى هذاك الشيء خصنا نقاطعوا. حتى القنبول نقاطعوا. نقاطعوا القنبول ونقاطعوا حتى هذوك اللي يدخلوا لنا. تحياتي. ما نمشيش عندهم. كنا نشهدوا هذه الاشياء ولكن بولغ فيها هذا علاوات على بوجلود وشمود قبل اعمال مقيته حقيره صراحه لا تشرف التاريخ المغربي وتاريخ العروبه في هذا البلد والحضاره. حينما نزلوا هذه بعد هذه المفرقعات هي طقوس صينيه وكوريه، كيف جلبناها؟ لماذا لا نجلب من الصين تراثها العلمي والاقتصادي وحتى في الاختراع، فقط نجلبوا المفرقعات، هذا كل ما اخذنا على الحضاره السينية. ونصيحه للناس اللي كيبيعوا هذه المواد هذه ديال القنبول والمقاطع والكربون. الدوله سميتو انتصروا على الدوله. انا استغربت لاحد المثقفين كما قلت لك، مثقف غادي بولادو درب عمر كيشري لهم داك الشيء، والله الا خجلت مكانه استاذات غادي نبوله انا كيقريو في الثانويه كيشريو لهم القنبول. نعم، منتهى التخلف ولا ومنتهى التخلف والهمجية، شيء فظيع. هذا زيدوا على بوجلود، نزيدوا القنبول على بوجلود بكل تواضع. منتهى اودي هاد العواشر اش غنقول لك، صعيب هاد الشباب راه كارثه عظمى. هذاك القنبول راه صعيب، شحال من واحد كتمشي لي عينو، شحال من واحد وكتكون ديزا مراه كيلوحوا قنبوله، عرفتي راه الناس كتخلع. مازال داك القنبول رخيوق شويه ديال الاحتفال مع الشعاله وداك الشيء وي، ولكن راه كاين شي قنبول خرج اش غنقول لك،
شي قنبولة راه كبيرة عرفتي، راه بعد كتفرقع بحال المينا. الكرانات كرانات سميتها ولا ما عرفتش شنو يقولوا لها، صعيبة هذيك راه شناهو راه تلوح على شي واحد راه مصيبة. عرفتي أنا راقد في الدار وشي شباب تيلعبوا عرفتي بعد لها حوارات خلعت هوت كنجري الداخلية تشوف من هاد الجهة وتمنع هاد القنبول، تمنع هاد القنبول، خاص الناس اللي كيبيعوه تكون مراقبة، راه الناس كيبيعوا هادشي في السوق. ونصيحة منك للأطفال والشباب اللي كيلعبوا بهاد القنبول؟ لا نصيحة ما خصهمش يلعبوا به، راه صعيب راه واعر راه كارثة عظمى. راه شي وانت اللي كيبيعوه؟ أنت اللي كيبيعوه، دابا الغريب في الأمر خصهم يشوفوا الناس اللي كيبيعوه، ما ندري صغير راه غادي يمشي غيتوجع عند مول القنبول راه غادي يشري، غادي يشري ويبغي يحتفل ويبغي كذا وهذا.